ريال مكافح هذه شغلتك وانت تستحق مننا كل الدعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي رحلة حظ. طبعا يا أستاذ خالد، أول شيء يا حيابك في حضرموت، وخصوصا اليوم في مديرية دوعن. تمام، بنجول في كل المناطق، ودوعن تشتهر من أبرز الحاجات اللي هو العسل الدوعني. سمعت عنه؟ العسل، أيوة، من أبرز الشعار اللي قالوا عنه أو أبرز الأبيات اللي تقول منك يا عسل دوعن قوت للعاشقين. منك يا عسل دوعن. يا سلام يا سلام. يلا يلا باقي قريب. نقول لك ما شاء الله عليك شباب اليوم، ما شاء الله تبارك الله. خرجنا بس. طيب بغيت اسال لو سمحت. ايوه، فقرتنا معلم وسؤال. طيب نبدأ بالمعلم الآن. معنا المعلم فوق كم كيلو هكذا وبنوصل؟ يا أخي زكريا، إحنا بنبدأ بالسؤال وبعدين المعلم. بس المعلم ناشوفه، هذا المعلم اليوم نبيعيبك بيعيبك. بيعجبني، بنسجله فيما بعد. نبدأ بالسؤال. لا إله الله، يوم توقف على حاجة أنت. نبدأ بالسؤال أعزائي المشاهدين. أيوة، السؤال يقول: لوادي دوعن الأيمن 3 فروع من الأودية. تمام، اذكرها. إذا أنا بجيب لك المعلم وبجيب الحقك. تجيب المعلم. يلا بسم الله. الوادي دوعن له 3 فروع من الأودية، اذكرها. وادي ايش؟ دوعن. ايوه، الجانب الأيمن له 3 فروع من الأودية. ما هي؟ وادي العين. انا ما اسمع. وادي الأيمن. وادي الأيسر. ايوه، و فوق وتحت وجنب وشمال جنوب. وادي شتنة. وادي العين. شكرا لك. وادي دوعن. نعم، معروف. نعم، في أيمن وفي أيسر. الأيمن له 3 فروع. نعم، تقدر تذكرها لنا وأنا أجيب لك الجائزة. جائزة كم؟ 5 درهم. 5 درهم. الله، صراحة ما في اختيارات، ما في حاجة. ما فيش لا اختيارات ولا حاجة، سؤال مباشر. للأسف ما تعرف. 3 أودية متفرعة للجانب الأيمن من وادي دوعن. وادي النبي. وادي حموضة. أيوة، وادي النبي. وادي النبي وادي حموضة، باقي وادي، معذرة أنا آسف. وادي دوعن معروف. أيوة، له 3 فروع الجانب الأيمن. أي شيء؟ وادي النبي. وادي النبي صح. هاي، حلو، وادي النبي صح. باقي 2.
فنان عطى الشباب يجيبون هذا اللي نعرفه. هذا اللي نعرفه بس. وادي دوعن معروف له ثلاثة فروع من الأودية تفرع منه في الجانب الأيمن، ركز ما هي هذه الثلاثة الأودية؟ وادي حموضة، وادي ملوه، وادي وادي النبي. ثلاثة أودية، وادي حموضة، وادي النبي، وادي ملوه. مدوه منوه منوه منوه. إجابة سليمة حصلنا عليها هنا في هذه المنطقة الجميلة والرائعة في وادي دوعن من الأخ معن محمد عمر يسلم عويضان. محمد عمر يسلم باع عويضان. الجائزة مقدارها 35,000 ريال. مبروك عليك الجائزة. أعزائي المشاهدين، من هنا من وادي دوعن من منطقة قرحة باحميش معنا الأخ الوالد من محمد عمر مقياس باسالين. حياكم الله يا أستاذ عمر، الله يبارك فيكم. حياك الله. حدثنا عن تاريخ هذه المنطقة. قرحة باحميش يعني هذه البلاد مشهورة من قديم الزمان. نعم. وهي تقع بين الواديين، وهي قبلة في يوم من الأيام لكثير من 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 أهلها. الواديين إيش تقصد الواديين؟ الواديين أولاً الوادي الأقوى والأمثل، وهو هذا الوادي يسمى وادي حموضة. ايوه هذا الوادي يسمى وادي حموضة ما شاء الله. والوادي الثاني هذا اللي امامكم ايضا كذلك هذا الوادي، ويسمى وادي النبي. وادي النبي وادي النبي. وايضا الوادي النبي هذا ايضا كذلك يمتاز ايضا بكثير من المعالم القديمه. منها الخط المسند موجود الخط المسند موجود داخل الوادي هذا. ايضا كذلك الخط المسند او الخط الحميري، وفيه من الاثار التاريخيه والاثريه. ايش هذا؟ اهلا زكريا، حياك حبيبي. منظرك وانت فوق الحمار يا سلام حبيبي. هذا الان عنا فقره ملها صح؟ طيب ايش دخل الحمار فقره ملها؟ مسابقتنا تعتمد على الحمار. يعني انت واحد من المتسابقين؟ انا واحد؟ لا انت يعني الان جبت الخطوه الاولى، قلت ملها وانا لها وطلعت في الحمار. نعم، الان نشوف المتسابقين يقولوا ملها ويكونوا هم بطل التحدي هذا. يا سلام عليك، نروح نبحث عنهم. يلا نفس لي. ها يلا شوف لك حمار ثاني وتعال بعدي. يلا تفضل تفضل تعال بطلع معك. تفضل لا دور لك حمار. يلا توكلنا على الله، بجيب حمار وبجيب. انا باي اروح اشوف. اعزائي المشاهدين، بعد ما بحثنا تم البحث عن المتسابقين ثلاثة مع الاخ زكريا. ايوه. وثلاثة متسابقين معي. تمام. هؤلاء أصحابك؟ أيوة، هذيل أصحابي وهذيل الفريق تبعك. تمام. الآن إيش المسابقة؟ كيف المسابقة بتكون؟ هي كالتالي، أنه يطلعون وفي قرم تبع البرنامج فوق ياخذ يجيبونها ويجون لهنا، وبيكون على اثنين اثنين واحد من عندي واحد من عندك، وهكذا. وتصفيات بتكون، وتصفيات، ونشوف من المركز الأول والثاني والثالث. أيوة. أما الرابع والخامس والسادس go out. أيوة بالضبط. أيوة أعزائي المشاهدين، نبدأ التصفيات وتحية للجميع. أيوة. تحية للمتسابقين وتحية للحمير. يلا ابدأ. مشاهدين، الان التصفيات للمجموعه الثانيه. اسمك؟ عايف صلاح الكثيري. عايف طبعي، طبعا من الاشخاص اللي بحثنا عنهم. والاخ من؟ سهيل محمد علي دوما. نبدي لكم البدء. 3 2 1.
انتهت الجولة الأولى والثانية طبعا الفائزين من فريقي، والآن الجولة الثالثة والنهائية. عندنا المشتركين، نتعرف على أسماء. مبارك هادي. والنعم. حسين حسين. من اسمه ذا؟ تربو. اسمه تربو. آه. يا سلام. وأنت؟ ديدو. عندنا هنا تربو وزيزو. دلوعة. دلوعة اسمه. اسمه الدلوعة. هو ذا شوفه جاب له مانجا. الآن المم نعد 1 2 3. معنا الفايز هنا طبعا في الجولة الثالثة، اسمك؟ مبارك هادي الديني. مبارك طبعا صاحب الحمار باسم الدلوعة. ايوة ايوة، تحية تحية له. ايش هذا يا مبارك؟ ايش هذا اللي في يدك؟ ما حسبتك تكون له شطة من قبل. يلا الان معنا الثلاثة الفايزين هنا، نتعرف على اسمك. محمد خالد بدولان. ايوه محمد علي دومان. يلا نبدا. تحية تحية لهم، تحية. اعزائي المشاهدين، الان الفاينل. ايوه النهائي. بين فريقك طبعا، فريقي كلهم برا خرجوا. مركز اول تصفيات الان. ايوه الان الاول ثاني ثالث. حلو تمام، حسب المتابعين. اول ثاني ثالث. نبدا التصفيات. ايوه نبدا المباراه النهائيه. ايوه نبدا. عدوا معي 1 2 3. يلا وقف مالك. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية السباق. كان معنا الأخ من؟ سالم محمد علي دوما. سالم. سالم. سعيد. 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 اليوم هو سعيد أصلاً. أيوة. محمد خالد بدولان. ها. مبارك هاي الديني. ها. هاي صلاح الكثيري. ها. أحمد عمر القثمي. حسين حسين باقاوة. صراحة كانت مسابقة جميلة ورائعة. التصفية تمت. كان صاحب المركز الأول أعلن عنه يا أستاذ زكريا. صاحب المركز الأول اللي هو سعيد. سعيد نسمع تحية. تحية لسعيد. ما قلت نحن من اسم الطيب هذا. سميه من؟ بوتيان. بوتيان. طبعا سعيد فاز معنا بالمركز الأول. 15,000 ريال مبروك عليك الجائزة. ألف ألف. ألف. ألف مبروك، عشان ما حد يقول أعطته ظرف. رفعها. أيوة أيوة. ألف مبروك. ألف مبروك. يا سلام. سيد رفعها كذا. المركز الثاني يا أستاذ خالد. الحمار بيعين على الفلوس. أيوة. انتبه. ريضه. اشتله. المركز الثاني 10,000 ريال للأخ من؟ أما خالد بعد ولا. محمد، ومبروك عليك الجائزة. تفضل. ايوه ايوه. المراكز الثالث والرابع والخامس والخامس والسادس مبالغ رمزيه تشجيعا لكم، بما انكم شاركتوا. ايوه من 5,000 ريال. تفضل تفضل تفضل. خلاص خلاص.
أعزائي المشاهدين بذرة خير هنا سنعرض لكم طبعا نموذج من النماذج الرائعة المكافحة للإنسان اليمني المكافح، كما نظل يعني نكرر في ظل الظروف الصعبة هذا ما زال مكافح وما زال يبحث عن لقمة العيش والرزق الحلال. معنا الوالد من؟ سلمين محمد دومان. من؟ سلمين محمد دومان. حياك الله يا عم سلمين. والمعونة ربنا إن شاء الله بيعين الجميع على طاعته والله. الله يحفظك، كيف أمورك؟ الحمد لله. إيش تلقي هنا؟ ما أقول أنا نطلب الله على أولادنا خضرة خضرة وكل ما كل ما يصل فواكه وبيض وكل ما يصل وبزارات وما وثوم وفصل. بس أشوف البسطة هذه مش مليانة ليش؟ العصر ننزل من كل شيء إلا قليل قليل الصباح قليل تنزلوا كثير ما شاء الله طيب. لأن الباقي داخل في وسط الله يحفظك ويبارك. كم لك في العمل؟ والله لي فترة طويلة حوالي 10 سنين. 10 سنين هنا في هذا المكان؟ نعم، كنا فوق في سيل شعفور. فوق في السيل سيل ايش؟ سيل شعفور. ايوه يقولوا له شعب شعفور. ايوه السيل اللي كنا نبسط فيها سيل شعفور يقولوا لها. وليش نقلت له هنا؟ انا قلت السيول هذا نحن هذا السيل هذا نحن شعب شعفور. عده مرات في البسطه حقني اخذت بسطتك؟ ايوه نعم اخذتها كامل. اخذتها كامل وربك عوضنا. ها يعني مع البضاعة مع كل مع كل شيء الحمد لله على كل حال. الميزان كله شلت اكثر من مرة والحمد لله. طيب احنا في فقرة بذرة خير نشجع نشجع الله يبارك ان شاء الله يبارك نشجع فيكم. مثل هذه مثل هؤلاء الناس المكافحين ربنا ان شاء الله بيبارك فيكم الله يحفظكم بيعملكم. طيب الـ 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 يعني نحن في الـ الـ البرنامج حابين يعني نقدم لك شيء معين تشجيعا لك. جزاكم الله خير الله ان شاء الله يبارك طيب. فيكم ان شاء الله بنقدم لك اشياء من هنا من هذه العينيه. ايش النقص عليك تقول لنا تكتبه لنا وتكلمنا واحنا بنروح نجيبه. تمام. ايش نقصك؟ نقصي ثلاثة برتقال. ثلاثة برتقال. ثلاثة تفاح. سجل. أيوة. وكرتون بيض وثلاثة بصل. أيوة. واحد ثوم. ايوه. والخضروات هذه 10 اكياس بطاطس من هذه. بطاطس من هذا 10 شيء. ايوه طيب. واربعة طماطم. واربعة سلة طماطم. واحد اسود واحد كوسة واثنين ليم. مو كل شيء واحد. طيب. ايوه. ممكن يا عم سالمين تنتظرنا بس لحظات؟ أيوة. نروح مشوار ونراجع لك. تمام 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 الله يبارك فيك الله يبارك فيكم. يلا استاذنك السلام عليكم. حياك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا مرحبا سالمين. سالمين محمد الله دومان. يسلمك من كل شر. الله يسلم المسلمين جميع إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. من المصائب كلها إن شاء الله. طيب أعزائي المشاهدين رحنا بس مشوار برضه مشكور جزاك الله خير اللي كتبته لنا موجود في الورقة هذا. أيوة. ورحنا المحل الجملة. تمام. اللي بيبيع خضار. تمام. وسجلنا لك كل الاحتياجات حق البسطة. تمام. موجودة في هذه الفاتورة. تمام. برضك جزاك الله خير. تروح في أي وقت الآن بعد بكرة في أي وقت تحبه. لأنه ما حبيناش نجيب لك الخضرة هنا تخرب ولا. تمام. حاجة. تمام. تمام. تجلس في الثلاجة. تمام. تجلس في الكذا. جزاك الله خير. تفضل هذه فاتورة بقيمة 80,000 ريال بضاعة وخضرة تشجيعا لك. الله يبارك للاستمرار في هذا الكفاح. الله ان شاء الله يبارك في امثالكم ان شاء الله. الله يحفظك ويبارك من امثالكم ان شاء الله. مرحبا جزاك الله خير. اعزائي المشاهدين والله صراحة يعني نحن مرتاحين جدا لتشجيع مثل هؤلاء النماذج الجميلة والرائعة. نتمنى من الجميع في كل بقاع اليمن ان كل واحد يتفقد الاخر ويتفقد جاره، جارك في انتظارك. ومثل هؤلاء يستحقون ان نقف معهم. فقرة قادمة إن شاء الله، تابعونا ولا تذهبوا بعيدا. شوف الدوم، شوف الدوم هناك. الله منظر جميل ورائع صراحة. شوف النخيل. حلوة 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 حلوة. أنا الآن محيرنا اللي تبغاه أنت، اللي تبغاه هذا مش عارف إيش نجيبه لك. أنا يا حبيبي بغيت سؤال. أيوة. في فكرة اختبر ثقافتك، اختبر معلوماتك، سؤال يعني يكون هكذا غريب. تبغى السؤال من دوعن؟ من دوعن أكيد. هذيك المنطقة اسمها رحاب. حلو. أطلع سؤال منها ولا ما؟ شوف أنت أخبر. معروف المنطقة صح؟ شوف المرة هذا المشاهدين أو اللي بنسألهم معي لهم سؤال صعب. منطقة الرحاب معروفة. أه. شفت الخط هذا العقبة؟ أيوه هذا العقبة ممتاز. اسمها شتنة. لو جيت قلت للناس أين تقع أو ما هي شتنة؟
بس اعزائي المشاهدين حلو ايوه اختبر معلوماتك ايش السؤال؟ ثقافتك ما هي شتنة؟ هذا السؤال نطرحه هنا من دوعن ونسأل به بقية المحافظات. سلام عليكم. تابعونا. ماذا تعرف عن شتنة؟ شتنة ايش تعرف عن شتنة؟ كان شتنة كيف من شتنة؟ شتنة لما قلت لك شتنة ايش تذكرت؟ ايش من شتنة مع مفتملي كيف شتنة ايش؟ في حاجة اسمها شتنة نسأل عليها. وانا ما عرفت تمام بالضبط اخي. ركز ركز. انا ما عرفت. الله عليك حاسس ان المعلومة داخلك. انا مثلا ايوه حاسس لكن ما عرفت شتنة واحدة. ما تعرف عن شتنة؟ شتنة؟ لا تقول مدري. والله مدري. بدري قال مدري. يا بدري قلت مدري. شتنة. الله يخارجه والله مالي. انا عاد ادي لك معلومات تقول لي اي شيء بالضبط. ما هي من معلومة؟ طيب ماذا تعرف عن شتنة؟ عن ايش؟ شتنة. شتنة. والله انا ما فهمت شيء عن شتنة هذه. ما عندي اي معلومة. شكرا لك. ماذا تعرف عن شتنة؟ شتنة. شتنة يعني شيء ولا عالم ولا ما هو اللي طلع في بالك؟ شتنة أكل. أكل أي, أي شيء من أكل؟ شتنة مش فكرة. أنا أسمع أنها أكلة ما أدري. أعزائي المشاهدين قالوا أكلة. أي شيء من أكلة؟ زلطة أو شيء. سلطة؟ أها. حلو وإيش؟ فواكه. لا سلطة بس. ماذا تعرف عن شتنة؟ لو سمحتوا اهدوا، انا قاعد اجي اسالكم على واحد واحد، خليني اسال الاستاذ. شتنة. شتنة. منطقة؟ لحظة لحظة، اهدوا اهدوا الرجال قرب لا تربشوا. لا تربشوا. ما تقولوا بالمهري لا تربشوا؟ لا اوعى. ها؟ أه؟ اتكلم مهري لحد الان. لا تربشوا. شتنة منطقة. شتنة منطقة صح. منطقة في دوعن. في دوعن. في دوعن نعم. بس اي شيء بالضبط؟ عقبة. ها؟ عقبة. عقبة فين؟ عقبة في وادي دوعن. دوعن في منطقة؟ في منطقة رحاب. في منطقة رحاب. عقبة. عقبة. اسمها عقبة ايش؟ عقبة شتنة. شتنة؟ شتنة شتنة. 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 شتنة عقبة في رحاب في دوعن مديرية دوعن. والإجابة إذا أنتم متأكدين صفقوا له. للأسف للأسف الإجابة صحيحة. مبروك عليك الجائزة. الله يبارك عليك. زكريا يا اخي لقيت لك صور في المنظر الرهيب هذا حاجه روعه روعه. ايش اللي لقيت بها الصور؟ انا زعلان منك. زعلان مني؟ ايوه. ليه 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 لا سمح الله. انت تكلمت علي من وراي. انا تكلمت عليك من وراك؟ يا اخي كلاحه في الويه ولا مغص في الشوى صدق. حبيبي متى تكلمت عليك انا؟ ابو شكله عصب. مقلب اكلت المقلب اليوم معنا، طبعا اليوم معنا تمثيل المثل صح؟ ايوه صح. ونحن اليوم في بضه صح. والمثل ايش؟ كلاحه في الوجه ولا ماغص في الشواء. كلاحه في الوجه ولا ماغص في الشواء. في الشواء. فهمت ايش معنى شواء؟ المعده. ايوه يعني تعال كلمنا في ويهي ولا تجلس تماغص نفسك ولا هكذا. والله صدقت مثل جميل ورائع نضعه للمشاهدين الكرام. أيوة. ونضعه الان في فكره تمثيل المثل. ايوه ما رايك؟ انت صدق يعني بقول لك تكلمت علي ولا لا؟ انا ما تكلمت عليك. لا تتكلم. انا بتكلم عليك. في مثل شعبي حضرمي بسيط معروف. تمام. بمثله لك الان ويا ريت تفهمه واي حد يشوفه
ويفهم ويسكت ساكت، نبغى علي لانه ما شاء الله عليه بيفيدنا احنا. امسك الماي ركز يا علي. ملعوب. حامل وش يقول؟ مبروك. مرة ثانية؟ يعني أنت تقول كذا أنا ترجم إيش هو المثل؟ أيوة ترجم المثل. إيش هو المثل؟ مثل مثل شعر. كلام. والله ذا صراحة هذا صعب مثل. موضوع بسيط على فكرة. حد فهمه من موجودين؟ تسجيله بصديق. ما عاد شيء نسجيله. تعال 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 تعال. ممكن انت اذا جابه ها؟ كلاح في الوجه ولا تمغاط الشواخ؟ ايش مره ثانيه؟ كلاح في الوجه ولا تمغاط الشواخ؟ صح ايوه صح. تصفيقه تصفيقه يا شباب صح. الاسم الكريم؟ القصه محمد عمودي. طبعا يا استاذ خالد الجائزه بتكون المبلغ كامل 50,000 ريال يمني، الان بنحط في جيبه 20,000. الآن كم حق إجابته؟ 20,000 من الخمسين. أيوة من الخمسين تبقى 30,000 نأخذ. الآن خذ لك 20,000. خذ 20,000. يلا بسم الله. يلا عشرين بس. 20 هذا. أيوة نزلها. وين هالعشرين؟ هذه في جيبك. يلا وهذه في ظرفك. هذه في الظرف. المرحلة الثانية الآن بناخذك أنا والأخ زكريا. خذ هذه عندك. هذه مضمونة 20. تمام خلاص. هذه 30 عادي مش مضمونة، بقى لها شروط. الآن بننتقل أنا وأنت والأخ زكريا، نختار أول واحد وتمثل له أنت المثل. تبقى تعرف تمثل زي ما مثلت لك الآن. تمثلوا الأشخاص ما شافوا نحن ولا سمعوا. إذا عرفوا طبعا تتقاسم الجائزة أنت وياه مباشرة. أيوة إذا ما عرفوا ينزل له 5,000 ريال يمني. أعزائي المشاهدين الآن معنا منصر. منصر الآن هذا أول متسابق. تمام الآن بيمثل لك المثل. أيوة. إذا وصلت المعلومة وعرفت المثل الشعبي الحضرمي المعروف بتقاسموا الجائزة نصفين. أوكي. الآن في الظرف حقه 30,000 25,000. تمام يلا ابدأ. 30,000 يا أستاذ خان. 30,000. أيوة أيوة. تمام طيب. هات الغلة هات. في ضعف صح علشان في ضعف في الأداء. هذا وصل له عشان تكسب. تمام حبة حبة حبة. اوكي عده. تمام مثل حضرمي معروف بسيط طبعا. خلوا يا شباب واللي ورا الوقت معنا. عرفته؟ بسطها يا اخي. عده عده عد عد بسطها له. قال نفس العود. حاول حاول تمثل صح. مثل لي نفس. ايوه ايوه عرفته؟ لا والله عارف. ما اعرفه. الان انت ما مثلت صح. طيب ما اعرف. الان ينقص من رصيدك 5,000 ريال. عطوا 5,000 ريال يمني. ايش نسوي لك؟ مثل صح على جدك. تحافظ على الرصيد. يا سلام. تفضل 5,000. يلا مبروك عليك الجائزة. الله يبارك. ايوه ايوه احسن الان ذلك احسن. هو يعتبر مره هوليودي. مثل حضرمي بسيط معروف نسمعه ونحن صغار ونحن كبار. حاول 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 راك تكسب معنا في رحله حظ. عرفته. ما عرفته؟ لا لحظه. طيب الان ها ايش ايش المفروض الان تفعل؟ خلاص تاخذ 5,000. 5,000 ايوه فارح انك. لا 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 خلاص حق تبعي. لا مش تبعك عادي. امال ايه؟ 5,000 استنى لك. ايوه بنبحث على واحد يجاوب ولا ما يجاوبش بتروح عليك كلها. طيب بختار انا. ها؟ بختار. لا بنختار لك احنا. ايوه محمد اسمك؟
محمد هنا الان طبعا معنا تحصل على جائزه نقديه 5000. ايوه ناقص 1000 يا استاذ، ناقص على الخمسه 5000. تفضل، الف مبروك يا محمد. مبروك عليك. يلا 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 ركز معاه. عطوا اداء اكثر. ايوه ركز. تلمح في الوجه ولا اسمع غاص ولا شو؟ ها؟ ايش؟ تلمح في الوجه ولا اسمع غاص؟ ايش معنى الكلمة الأولى؟ تلمح في الوجه يعني. يعني ايش؟ يعني الوجه هذا واحد اللي قدس مستعدتك في وجهك ولا هي كلمة ثانية الأولى بس. هي قرب قرب، هو نفس المعنى صح؟ آه. يعني ايش ايش معنى المثل هذا؟ يعني تلمح، يعني الواحد معطيك كلمة تقول يعطيك اياها في وجهك ولا في الشواء يعني شواك تسمع غاص. المثل نفسه. المثل نفسه. المثل نفسه وإنما بس في كلمة اختلفت زي ما يقولون في المنطقة. في المنطقة. يعني ايش؟ المثل يقول كلاح في الوجه. كلاحة في الوجه ولست مغاص في الشواء. ايش يقول؟ ولست مغاص في الشواء. من بدايته؟ تلمح في الوجه ولست مغاص في الشواء. يا سلام عليك، اذا الاجابة صحيحة. اجابة صحيحة. ايوه. يعني ايش المفروض؟ 20000 اجاب الاجابة الصحيحة. ايوه. تقاسموا 50-50. تمام. كم ال 50؟ 10. 10 لمن؟ له 10 لي. بتبدا لك ولا له؟ يلا دي اجيب له 10. وحق المقدمين يا استاذ خالد. تعال نشوف الحين. ايوه 6 7 8 9 10. تصفيقه تصفيقه وتحيه الوالد طبعا محمد عمر فاز معنا اليوم. الف تحيه لك. الاخ العمودي كان الجائزه قيمتها 50000 ريال. ايوه. جاوب المثل اللي مثلها الاخ زكريا. اول خطوه اخذت ال 20000 هذه تمام في جيبك. 30000 سالنا كثير، جاوب فقط واحد هو الاخ محمد عمر، قسمته الجائزه نصين. تمام. مبروك عليك. كم؟ 30000. 30000 ريال. مبروك عليك الجائزه. اعزائي المشاهدين، طبعا وصلنا الى فقره درع التميز، وكما عودناكم على إظهار شخصيات في مجتمعنا اليمني الحبيب. معنا اليوم شخصية معروفة لها بصمات اجتماعية، أسرة عريقة جدا يعرفها القاصي والداني، لهم بصمات في المجتمع. معنا الشيخ محمد حسن بن عبد الرب العمودي. حياكم الله يا شيخنا. يا مرحبا. الله يبارك فيك ويعافيك شيخنا. طبعا لمسنا وسمعنا عنكم الكثير وعن بيت العمودي، وهي أسرة عريقة كبيرة جدا، متوارثين أبا عن جد يعني في الكرم والجود والصلح الاجتماعي وتفقد أحوال الناس. يعني حدثونا عن برنامجكم الاجتماعي أو الصلح الاجتماعي في 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 المديرية ككل. بالنسبة لدورنا نحن ما هو إلا دور خدمة. الله يبارك. أيوة دور خدمة للوادي وأهله، ونحن وغيرنا من الشخصيات الاجتماعية من المناصب والعلماء والشخصيات الاجتماعية، ودور صلح وإصلاح. نعم. ومنفعة للناس، ونسأل الله أن يوفقنا احنا. آمين وإياكم. ما فيه الخير. الدور في 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 جوانب عدة، مثلا يعني في الجانب الأسري، في الجانب القبلي، في نعم نفس نعم هذه يعني نعم بتكون. نعم. نعم الله يبارك نعم فيكم ويعافيكم. نعم أي شيء نقدر عليه لا نتأخر عنه. الله يكرمك ويعافيك. طيب شيخنا، يعني من خلال تجربتكم ويعني العمر، الله يطول في عمركم إن شاء الله ويحسن خاتمتكم بإذن الله يا رب. من خلال الفترة هذه اللي قضيتوها، نصيحتكم للشباب؟ على كل نتمنى لهم إن شاء الله الهداية والتوفيق. وهذه آمين يا رب العالمين. نعم. الله يبارك فيكم يا شيخ. نعم. وادي دوعن وادي جميل بجمال أهله وناسه كلهم. نعم. ألف تحية شكر وإجلال وإكبار وتقدير لكم أنتم أيها الشيخ الفاضل ولجميع أهالي مديرية دوعن. دردشة جميلة وسعدنا بهذا اللقاء الجميل. كلمة تقولها في آخر هذه الدردشة البسيطة يعني. على كل حال نتمنى أن تتكرر زيارتكم للوادي هذا من شان تطلعوا على كتب فيما هو حاصل من عادات وتقاليد. في الأخير يا شيخنا،
طبعا في الاخير احنا بنقدم درع اسمه درع التميز. درع التميز للاشخاص المميزين في كل منطقه في يمن الحبيب اللي لهم بصمات. وهذا الدرع يعني كتعبير مننا كالبرنامج لكم لجهودكم، ونتمنى ان تستمروا في هذه البصمات الجميله والرائعه، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح. هذا الدرع يا شيخنا، ويعني تعبير غمزي بسيط، وانتم تستحقون اكثر من درع. شكرا جزيلا، الله يبارك فيكم. شكرا جزيلا، السلام شكرا عليكم. على الله يحفظكم ويعافيكم. شكرا لكم، الله يحفظكم. اعزائي المشاهدين، ما زلنا في فقرات، وباقي فقرات تابعونا في الفقره القادمه. أنت في فكرة اسمها عمرتك معنا. حياك. على حسابنا. جاهز للعمرة؟ عمرة ثانية. ليش كذا اعتمرت؟ قد اعتمرت. أوه، هذا أول شرط عندنا إنه واحد ما قد اعتمر. شكرا لك. الله يعطيك العافية. أحفظك يا عمرو. أحمد من دوعن. من دوعن يا بالله. دوعن الجمال والروعة. أكيد. والعسل الدوعني. أكيد العسل. عسل. نشيل طعمه العسل. ولا يهمكم. الله يحفظك. طيب. الله يحفظك. فكرة عمرتك معنا. حياك. ثلاث مراحل للعمرة، ثلاث خطوات لا مكة. أيوه. أول خطوة، قد اعتمرت؟ لا عدني. يا سلام، أعزائي المشاهدين ما قد اعتمر. ما قد اعتمر، وهذه أول خطوة. الخطوة الثانية. أيوه. جوازك موجود؟ جوازي موجود. أينه؟ في البيت. في البيت. أيوه. مجدد جاهز؟ مجدد جاهز. هات لي الإحرام. السؤال يقول الآن عندي. أيوه. السؤال يقول، تعرف يوم عرفة؟ يوم عرفة اسمع به يعني. اسمع به. أيوة. إيش هو يوم عرفة؟ درسناه يعني وقفة عرفة. وقفة عرفة. أيوة الوقفة فيه. توقف في عرفة. تعرف حديث عن فضل يوم عرفة؟ لا والله. عن صيام يوم عرفة؟ عن صيام يوم عرفة لا ما عرفت. ما تعرف؟ ما عرفه. شكرا لك. العفو منك. الله يحفظك، أنا كنت شعتك الإحرام تتوكل على الله. ما بتقص الله. لكن ما نفعل لك. نعم. الله يحفظك. ثلاث خطوات لا مكة. إن شاء الله. إن شاء الله. أول خطوة، قد اعتمرت؟ أيوة. إحنا ضروري ما قد أحد اعتمر. اعتمرنا وين؟ مكة. أيوة، وين اعتمروا؟ في مصر. فقرة اسمها عمرتك معنا. أوكي. على حسابنا. بإذن الله. مشتاق للعمرة؟ مشتاق جدا. ها؟ جدا. في ثلاث خطوات إلى مكة المكرمة. تمام أوكي. إلى بيت الله الحرام. ثلاث خطوات. وزيارة المسجد النبوي والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. الثلاث الخطوات، أول خطوة قد اعتمرت من قبل؟ لا. يا سلام، أعزائي المشاهدين ما قد اعتمر، وهذه أول خطوة إلى مكة. أول خطوة إلى مكة. الخطوة الثانية جوازك موجود؟ جواز موجود. أيوه. معك جواز؟ معي جواز. ساري المفعول؟ ساري مفعول. مش منتهي ولا حاجة؟ لا أبدا، ساري مفعول. خطوتين إلى مكة عداهن. هاتوا الإحرام. هذا الإحرام يا أستاذ، خرج لي الإحرام. خرجه، مالك مفجور. هذا الإحرام. الآن الخطوة الوحيدة إلى مكة المكرمة مع الأخ صالح عبد الرحمن، صالح بافضل، ونحن هنا في دوعن، وخلفنا هذه الهجرين، صح؟ نعم الهجرين. الهجرين، منطقة نعم. الهجرين نعم. معروفة. طيب، السؤال يقول، سمعت عن يوم عرفة؟ نعم. يوم عرفة؟ نعم. وفي ذكر عن صيام يوم عرفة؟ نعم. في حديث شريف يعني يعطينا فضل صيام عرفة، اذكر لي هذا الحديث، وإذا ذكرته توكل على الله. في حديث منها مورد عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والسنة اللاحقة، رواه مسلم. والسنة القابلة بالله، صح، رواه مسلم. سنة ماضية وسنة قابلة. سنة قابلة بإذن الله. هذا الحديث. هذا الحديث عن أبي قتادة. عن أبي قتادة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. صيام يوم عرفة. صيام يوم عرفة. يكفر السنة الماضية والسنة القابلة. رواه مسلم. ممكن لبي جمعة؟ أيوه.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ألف مبروك إلى العمرة. الله يبارك فيك. ألف ألف مبروك. ادعينا معك باذن الله. ادعينا معك باذن الله. شعورك حبيبي كويس؟ الحمد لله فرحان جدا سعيد. الحمد لله. الله يبارك فيك. الله يحفظك. حياك الله الاجر ان شاء الله باذن الله. والله يوصلك السلامه. الله بكل تأكيد شعور أي مسلم يوصل لهذه الأماكن شعور لا يوصف، لا يمكن أن تصفه بأي كلمات. الشكر لكل من ساهم في الوصول لهذه الأماكن، الشكر لكل من ساهم في وصول هذه المعتمرين إلى هذه الأماكن. هذه الفقرة برعاية كل من وكالة التيسيرات بتريم، وكالة إنجاز صنعاء، وكالة المشكاة صنعاء، وكالة نسمات تعز، فنادق واحة المس مكة المكرمة، وكالات رائدة في عالم الحج والعمرة والسفريات والسياحة، الراعي الناقل قوافل الراحة لنقل المعتمرين والزوار من خارج المملكة، السهالة لنقل الحجاج والمعتمرين إلى الأراضي المقدسة. راحتكم شعارنا والتميز هدفنا. أعزائي المشاهدين وصلنا إلى فقرة الميدان يا حميدان، وصلوا على النبي العدنان. الله صلى الله وسلم عليه. زيدوا اشحنوا قلوبكم صلاة على رسول الله، تنفرج الهموم والغموم. قولوا آمين. آمين. طبعا تركنا مساحة في البرنامج لأحبابنا الأطفال. أكيد صح. أحباب الرحمن. أكيد. معانا لعبة جديدة وجميلة وتراثية، يشرح لنا الأستاذ من؟ عبد الله السالمين باقحوم. أتفضل مع الأخ زكريا. هي عبارة عن لعبة شعبية مرت عليها عقود، تتكون من فريقين، كل فريق يعني حوالي 6 أنفار أو أكثر حسب الموجودين يعني. توضع بينهم قرعة، اللي تكون عنده القرعة يوقف عند العلبة ويبدأ باللعب. واللعبة مكونة من 9 نقاط حوالي، كل لقطة فيها لها عبارة معينة ولها حركة معينة. يبدأ الأول بالحركة الأولى اللي هي على الأول، ويعطيها للفريق الثاني اللي في الجهة الأخرى. يعني بنعرف التفاصيل غالبا من خلال اللعب. أيوه. طيب تمام. إذا بدأ طيب أعطاه هذا يرجع بعد ما يعطيهم إياها، إذا الفريق الآخر استلم الكرة ورماها وجات العلبة، جات في العلبة يخرج واحد منهم، اللي رمى بالله بالكرة. أيوة. اللي بعده يكون ده على جنب النقطة الثانية، وعلى هذا الطريقة حتى يقف إلى نقطة معينة. ده خلص النقاط مثلا إلى نقطة الخامسة. طيب. وخرج الفريق خلص يرجع في الجهة الثانية. وعلى هكذا. أيوة. الجهة الفريق اللي في الجهة الأخرى اللي ما بدأ باللعب يرجع للجهة الثانية الأخرى، ثم إيش يواصل اللعب ويكون هو الفائز بعدين. يا سلام عليك. إذن اليوم طبعا الشباب هنا الأطفال الصغار متحمسين معنا بشكل رهيب. نتعرف على أسمائهم ولا نبدأ بالفقرة الحماسية؟ لا لا تعرف أول على أسمائهم. طيب اسمه؟ عبد الله صلاح. عبد الله سالم بدولة. والنعم. محمد صالح وابا عيسى. يا سلام. محمد عبود. محمد علي دومان. محمد عبد الله سالم الحداد. إذا ياسر أحمد عماري. يا سلام. هذا فريقك الأحمر. أيوة الأحمر. هو فريقي الأحمر. فريق الاحمر. انا لابس احمر عشان الشرط بعدناكم. تفضل يا استاذ. لا عندك. تفضل يا استاذ. متغدي. تفضل يا استاذ. عندك يا استاذ. لا انا فريق الاحمر. يلا تعال عرف بالاصفر. الاسم؟ محمد عبد الله صالح جوان. والنعم. كان لطفي بقادر. محمد علي بقادر. وإذا عبد الله بن بيه. والنعم. عبد القادر انا بقادر. يا سلام عليكم. طبعا تعرفنا عليهم الفريق الاحمر والفريق الاصفر. من بيفوز منكم؟ الاحمر. الأحمر يعيش. يعيش يعيش. وأعطيكم معلومة، السمك يعيش في البحر. يعيش يعيش. والأصفر يعيش يعيش. يا سلام عليكم، شفت الحماس كيف؟ تحية للأحمر. الجمهور متفاعل وكلنا متفاعل. يلا لا يعني لا نأخر الجمهور يشتي يعني يشاهد هذا الحماس وهذه اللعبة الجميلة. نتابع؟ يلا بسم الله. تابعوا أعزائي المشاهدين ونبدأ اللعبة.
أعزائي المشاهدين، اسم اللعبة الأول. الأول اسم اللعبة الأول. الأول الآن بيعطيهم إشارة البدء من هنا من مديرية دوعن منطقة الخريبة. الخريبة ادي لهم البدء. واحد اثنين ثلاثة ابدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أعزائي المشاهدين الآن تبدأ مجريات اللعبة هنا في منطقة الخريبة، ونسمع من الأستاذ غالبا موضوع التفاصيل والأشياء هذا. يا سلام، ايش يسمونها هذا لما تلقى عليه الكره اللي يستلمها قصدك؟ لا لا ما خلاص لسه. هذا ما ماشي اللي يقطع اللي يبدا النقطه اللي بعدها خلاص يفر. ينزل لانه فشل. المكان اللي توقف فيه ايوه كانت يستلمها صاحب الفريق الاخر. طيب الان الفكره لو حد لقطها وهي طايره كيف؟ اذا التقطها وهي طايره يخرج. يخرج هو نفسه اللي يعطيها اياه يخرج. حلو زي ما حصل. اذا التقطها مثلا وقعت على الارض ويقع يعودها الى العلبه، اذا جات في العلبه يخرج. هو بيرميها لا فين؟ لا وين؟ لا جهه العلبه. اذا وصلت لعند العلبه؟ اذا جات في العلبه يخرج اللي يعطاها اياه. ها يخرج اذا لمس العلبة. ايوه الحين يا استاذ خالد، طبعا باقي اثنين من الفريق، ثلاثه نزلوا من الاحمر. ايوه خرجوا له. ها الان هذا نزل الرابع. ايوه يا اصفر ركز. تمام حلو، شوف طريقته معينه له. أيوة. نقرد. يا سلام. يا سلام عليك. يا سلام يا سلام. الاصفر شفت المشيه كيف؟ نقطة نقرد. شجع الاحمر، شجع الاحمر. بيواصلون من النقطة الثانية. طبعا صدرك النقطة اللي بعدها الان اللي هي الخامسة. طبع صدرك بيبدأ الفريق الثاني اللي هو الاصفر. نقفها طبعا. ايوه نقفها يخرج خلاص. خلاص يخرج اذا وقفها. الان طبعا واحد من اصحابي قد نزل وهذا الثاني. يخرج. لمس لمس لمس. خلاص كل قفها اصلا، يعني اللي ما يجيبها بطريقه صحيحه يخرج. ايوه ها عند الضغط. يفضل يا استاذ خالد. الاحمر فاز. الاحمر فاز. الاحمر فاز. ايش؟ الان المرحلة الأولى انتهت. المرحلة. ايوه. الثانية كيف تكون؟ نفس الطريقة؟ نفس الطريقة، يواصل من النقطة اللي بعدها، حتى تنتهي النقاط اللي هي معدة في اللعبة. يا مشي نحن نلبس. شوي شوي. ايوه. خلينا الحين نسمع شوي شوي. طيب الان. يا مشي قلت لك عادي. ايش الان سويته؟ نقرد. طيب واصل. العبها عكس. شجع شجع يا احمر. يلا شوف شوف شوف. حلو حلو اللعبه طبعا. لحظه الان كيف ايش النتيجه الان؟ الان وصل نقطه طبع صدرك وتم الفريق كله اعدادهم وخسروا، يرجع للمرحله اللي بعدها يرجع الفريق المكان الاول. يعني ما فيش حد متقدم على حد الان؟ لحد الان عالم، لا تنتهي اللعبه بعدين اللي يكون يبقى في الفريق هنا يكون هو الفايز. ها يبقى الدافع. ايوه. مركز الاحمر ما شاء الله مركز. شوف يا استاذ خالد في اللعبه هذه يفضل انها تلعب ارضي. ها ارضي عشان ما ها شوف كل ما رفعتها. ايوه واحد اثنين ثلاثة.
ايوه يلا الان ايش؟ الان بدو في النقطة اللي خسر فيها الفريق الأول وهي طبعا يبدأ بها الفريق الثاني اللي بعد اللي هو الأحمر ويواصل بقية النقاط. حلو. الآن في كم نقاط للديل وكم نقاط للهيكل؟ طبعا أعزائي المشاهدين الآن رمية الصاروخ. أيوه. وبعدها آخر رمية هي القنبلة. إذا استمر الفريق الأحمر في البقاء في نفس المكان هو الفائز. إذا انتقل الفريق الأصفر إلى المكان الأحمر وبقى هو الفائز. رمية الصاروخ ابدأ. أوه صاروخ ضعيف. ها الآن لو مثلا هذيلا ما بقوا هذيلا ما بقوا ايش الإشكالية؟ لا لا في الغالب لابد انه يبقى عند نقطة معينة يبقى في أحد الفريقين. آخر رمية هي القنبلة صح؟ قنبلوهم عشان تفوزوا. يلا بسم الله ابدأ. خلاص فاز الفريق فاز الفريق الاحمر طبعا اليوم معنا حلو فزنا حلو حلو يضحك كانت الفقرة يعني حاجة ما توصفه خصوصا الجمهور المتواجد معنا ونحن نقول لكم ألف مبروك والفريق الأصفر إيش تقولوا للأحمر؟ ألف مبروك يا سلام عليكم والفريق الأحمر إيش يقول للفريق الأصفر؟ مبروك أيوة أنتم المركز الأول لكن المركز الأول طبعا أعزائي المشاهدين زي ما شاهدتوا لعبة خاصة بالأطفال صح خاصة بالأطفال وتركنا مساحة كما ذكرناكم سابقا مساحة للأطفال نخرجهم من أجواء الكهربائية إلى أجواء الفرح والسرور أكيد. نتمنى لأطفال اليمن يعني السلامة والأمن وأن يأخذوا حقوقهم كاملة صح طبعا النتيجة أنا ساعد النتيجة اسمعوا النتيجة يا شباب أيوة النتيجة حصل على المركز الأول الفريق الأحمر ومبلغ 40,000 ريال يتفضل محمد حمزة تسليم الجائزة تصفيق يا شباب تصفيق 40,000 ريال للفريق الأحمر أما الفريق الأصفر اعلنها أنت كم أعطيتهم 30,000 ريال 30,000 ريال للفريق الأصفر ألف مبروك أعزائي المشاهدين لا يسعنا في الأخير إلا نشكر أهالي مديرية دوعن عامة ومنطقة الخريبة خاصة ولا أنسى أن أشكر الأخ من عبد الله الأستاذ عبد الله سليم بقحوم حياك الله أستاذ ولا أنسى كذلك أن أشكر زميلي ورفيقي في هذه الحلقة صاحب الدم الخفيف والابتسامة الجميلة الأخ زكريا الله يسلمك طبعا أستاذ خالد أنسترحنا في محافظة حضرموت في مديرية دوعن في منطقة الخريبة وأجمل تحية للأستاذ خالد شكرا لكم أعزائي المشاهدين وصلنا إلى نهاية الحلقة غدا نلتقي بحلقة جديدة وألعاب جديدة وإثارة جديدة نلتقي غدا بنفس الوقت ونفس الموعد تابعونا في برنامج رحلة حب مساءكم عسل